وينضم لنا من هونغ كونغ مراسل الغد عمر المنيري. عمر، تطورات المشهد لديك حتى الآن؟ نعم، كما ترين هذه هي التطورات. لا نستطيع الوقوف هنا أكثر من دقائق لأن الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف جدا على غير المتوقع. أصبنا أنا والمصور منذ قليل بالغاز رغم أننا نبعد قليلا عن الخط الأمامي للمتظاهرين، لكن يبدو أن الشرطة اليوم تستخدم الغاز بشكل كثيف جدا جدا على غير المتوقع. الآن ربما أحس بتعب الأعصاب بسبب هذا الغاز. لا نعلم، في المنطقة المحيطة في وسط هونغ كونغ تقريبا مغلقة أمام الجميع، جميع الطرق والشوارع المؤدية إلى وسط المدينة مغلقة، سيارات الإسعاف موجودة في كل مكان، الشرطة تطلق الغاز بكثافة مرة أخرى، نسمع قنابل الغاز من هنا وهناك، المسعفون يتحركون دائما دائما، يأتون إلينا كصحفيين أجانب يحاولون إسعافنا. تم إسعافنا منذ قليل على الأقل، وربما لن أستطيع أن أكمل هذا اللقاء لأن الغاز بالفعل صعب جدا. لا تتخيلي كيف هي الحالة هنا. ألف سلام عليك عمر، وأيضا لطاقم قناة الغد المرافق لك. كما ذكرت عمر أنه لا يمكنك ربما الاستمرار أكثر في هذه المقابلة. شكرا جزيلا لك عمر. نذكر فقط مشاهدينا ان اليوم الثاني على التوالي في هونغ كونغ، يعني هذه المظاهرات لا زالت متواصله والاحتجاجات ضد مشروع قانون، ولكن الحكومه علقت هذا القانون قانون العمل، ولكن لا زالت هذه المظاهرات متواصله في هونغ كونغ.